السلام عليكم، معكم ابن العاصمة، رانا 19 أكتوبر 2019. بون خاوتي شوفوا مليح واش راني نصور. نشوف هذاك الخيمة هذيك راهم يبيعوا فيها الحوايج، راهم يبيعوا في الحوايج تاع القبائل. ان شاء الله دوك يعني نديروا موضوع على هاد الملابس، ملابس القبائل هذه حكايتها كيفاش. بون خاوتي كوم بارازار ريحت في المكان هذا، جلست حتى قابلني هاد العجب هذايا، سبحان الله. المهم بون راني نصوركم في الملابس تاع القبائل. حبيت نحكي لكم شويه على الملابس هادو خاوتي. حنا راكم تشوفوا يعني حنا لهنا في الجزائر يعني الشعب يعني كل منطقه عندها الثقافه تاعها، يعني كل جهه عندها الملابس تاعها وعندها الشطيح تاعها وعندها الموسيقى تاعها وعندها حتى اللهجه تاعها. مثلا عندنا با وهران تلمسان قسنطينه باتنا وضواحيها، من بعد تروح البسكره وضواحيها، من بعد تروح لولاد نايل. يعني ما شاء الله يعني ثقافه في كلش، يعني في الملابس، في الغناء، في الموسيقى، في نمط الحياه. صح حاجه انا لي روماركيتها هنا في العاصمه، وين ندور نلقى غير جبه القبائل تباع، يعني غير ملابس تاع القبائل. هما عندهم جبه برك، وهذه الجبه هذه ديفلوباوها هما، طوروها. وهنا حاجه اللي محيرتني، احنا هذه الجبه هنا في العاصمه في السبعينات والثمانينات برك، يعني غير في السبعينات والثمانينات كانوا نساء هنا تاع العاصمه يروحوا بها للبحر يلبسوها فوق المايو. بون بكري هنا كانوا يعوموا بالمايو دنيا. كانت هذه الجبه ما عندها حتى قيمه، هذه الجبه هذه حتى في العلاس محال، يعني عروسه تلبس جبه تاع قبائل مستحيل. صح في هذه السنين الاخيره ولات الجبه تاع القبائل شو حاجه كبيره. مثلا حنا في العاصمه هنا انا ما لقاش جبه تاع عنانبا ولا جبه تاع الوهارنا ولا جبه تاع ولاد نايل بورتون ولا بون تاع الشاويه، حاجه قليله تدور في العاصمه. ما تدورش حاجه شابه تاعهم، يعني حاجه غير هكذا شغل تاع ليه كيما نقولوا، شي حاجه فن ولا. بصح الجبه تاع القبائل راهم اللي كيديفلوبيو فيها ويطوروا فيها ويروجوا فيها في كل المدن الجزائريه، يعني تلقاها دوك بارتو. نورمالمون حنا هنا في العاصمه نلقى كل يعني الجبات تاع كاع الولايات نلقاها لهنا في العاصمه، باسكو العاصمه فيها كاع الولايات عايشين في لهنا في العاصمه. مي بصح حنا لهنا في العاصمه خوتي تلقى غير الجبه تاع القبائل. بون هاد الجبه ماهيش مابا جزائريه خوتي، باش يكون في علمكم بلي هاد الجبه ما عندها حتى يعني حتى علاقه معانا. حنا في الجزائر حوايجنا كاع يتشابهوا خوتي، تروح للشرق ولا للغرب ولا الشمال ولا الجنوب عندنا حوايج كاع يتقاربوا لبعضهم. هاد الجبه ما تشبهناش خوتي، هاد الجبه ما تشبهش الجبه تاع يعني الجبات تاعنا. يعني باش تشوفوا بلي هاد الجبه يعني واحد ما يقدر يبلعطنا ولا يكذب علينا بلي هاد الجبه بلغاريه رومانيه من القوقاز، سبحان الله. وانا يعني نوصي خوتي لازم نكونوا اذكياء، لازم نكونوا فاطنين اي حاجه، شتو اي حاجه، باسكو هما من كل حاجه يصنعوا عفسه. شت انت تجي في بالك بلي هاد الجبه راهم لك روجوها وردوا لها قيمه كبيره، راهم يبيعوا فيها في كل المناطق الجزائريه وداروا لها لا بيبليسيتي، شهروها ولو العرايس لازم تتصدر بجبه هذه الجبه قبائليه. وحنا بكري نعرفوا العروسات تصدر بالجبه الصيفيه، جبه الشاويه ولا النيليه ولا القسنطينيه، يعني كانوا هذو المدن اللي تصدروها سبحان الله. وهذا الجبب يعني تقريبا كاع يشبهوا يجبدوا لبعضهم، يعني لو كان تحكم تاع الشاويه ولا تاع النيليه ولا تلقى يعني تشابه تقريبا هكذا. صح هذه الجبه خاوتي ما تشبه حتى حوايج من حوايجنا، بصح باش تشوفوا هما كيفاش يعني الخبط تاعهم والمكر تاعهم. انا كي كنت نمشي هنا في شوارع العاصمه ولا كنت نمشي هكذا في الحوانت، سبحان الله نتعجب نلقى غير الجبال تاعهم. بون هما دوك واش راهم اللي كيديروا خاوتي، يعني نعطيكم حتى لي يعني الخياطين تاعهم لي موديليست تاعهم كيفاش راهم اللي كيخدموا. شوف عفارت في التشيطين هذوك هما يحكموا الجبه، جبه الشاويه واش يديروا لها؟ يديروا لها اللوك تاع قبائل، باسكو الشاويه والقبائل ما يتشابوش كاع، ما عندهم حتى علاقه خاوتي.
بون يحكموا زعما جبه تاع منطقه منا ويموديفيوها ويرجعوها جبه قبيليه، يحكموا حتى لي روب سواري تاع القور، جي في بالكم روب سواري تاع القور يرجعها روبا قبيليه. عجب هادو عجب، هادو الناس اللي رانا عايشين معاهم هادو ما لي فرونكو كابيل لي فرونكو بارباريس، يعني هما هي المنطقه زعما منطقه بجايه. بون عبالكم خاوتي بجايه تكزيستي قبل تيزي وزو، بجايه هذه عندهم الملابس تاعهم بصح ماشي هذا اللبسه رانا نشوف فيها الان، يعني بالعقل بالعقل بدلوها لهم، هما عندهم اللبسه تاعهم الاصليه اللي تشبه اللبسه تاع الجزائريين كاع، بصح بالعقل بالعقل دخلوا لهم هذه اللبسه. هادو الناس اللي جابوهم يعني في العهد ولا في القرن بين القرن الرابع والخامس وحطوهم في جرجره، راهم استولوا يعني على المنطقة تيزي وزو بجاية، وراهم اللي حابين الآن يزيدوا يستولوا على الجزائر كاع، وبالعقل على المغرب العربي كاع، يعني سبحان الله، يعني كنت تشوفوا ما تجيش في بالكم حوايج، يعني أنتم ما دير لهم حتى واحد ما ينتبه للحوايج، بصح هما راهم اللي في أي حاجة أخوتي، يخدموا كما بني إسرائيل، حاشا إسرائيل عليه السلام، يخدموا كي اليهود تاع فلسطين، الصهاينة. المهم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم.